ما هلأ أفرح وصلنا لمحطتنا الثانية. كتير من الطلاب وخصوصا بمرحلة التخرج بيسألوا كيف بقدر لاقي شغل، عم دور على شغل، بتقدر تعرف مكان فيه شاغر تلاقي لي محل اشتغل فيه؟ بغض النظر عن كان هذا السؤال هو بيأدي انه انا كون بمكاني المناسب ولا انا بس عم دور على فرصة شغل اتواجد فيها لحتى اكون موجود بسوق العمل. اسئلة كتير بتخطر على بال شبابنا اليوم المتخرج، رح نحكي اكتر ونساعدهم على طريقة التفكير الصحيحة لحتى نقدر نكون بمكاننا المناسب مع ضيفتنا اكيد المدربة في التنمية البشرية شذا سميح البغدادي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي شذا. صباحك يسعد صباحكم، صباح الاخبارية السورية. يسعد صباحك عن جديد واهلا وسهلا فيكي. يعني الموضوع اللي عم تحكي سلمى يمكن هو موضوع كتير حساس، وشريحة الشباب يلي لسه عم تفوت على سوق العمل هي اللي رح تفهم أكثر وتحس باللي عم نحكي فيه اليوم. قبل ما نحكي عن شريحة الشباب، قبل ما نحكي عن كل هاي التفاصيل، الشخص لما بيقولوا له شو بدك تصير بالمستقبل، هاي الكلمة قديش مهمة، قديش يجب انه تكون في دراسة كتير كبيرة لقدرات الشخص او انخراطه بسوق العمل، متطلبات سوق العمل شو هي، أكثر يمكن الشهادات اللي بيتطلبها سوق العمل. الحقيقة نحن لحتى نعرف آلية التفكير اليوم بدنا نرجع شوي للصبي الصغير اللي كانت ماما تقول له بس تكبر بدي اياك تكون طبيب او بدي اياك تكون مهندس او شو بتحب تصير بس تكبر. اكيد دكتور بدون ما نعرف كل الماميات اليوم بحبوا هذا الشيء، وكأنه الوظائف هي ثابتة مع ثبات الكون، هو الكون دائما بيتغير، والوظائف اليوم الموجودة اليوم 2020 ما حتكون هي نفسها موجودة بعد 20 سنة. هلا بيقولوا له شو بدك تصير، بيقولوا لهم بدي اصير مذيع. يعني صرنا نسمع هذا اوكي اذا هو اختار ما هو بيكون اختيار صحيح. فخلينا نرجع شوي لما كان هذا الصبي صغير كان يقولوا له شو بدك تصير بس لما تكبر. اليوم كبر الصبي وصار هو يسأل شو هو العمل المناسب لي، وكأنه أنا موجود هون والعمل المناسب لي هو خارجا، هو بشركة معينة أو بمؤسسة معينة أو بمكان معين وناطره يجي وعم يبحث عنه أيضا عم يدور عنه. خلينا نغير الرؤية اليوم ونبلش نضوي على معلومة جديدة تساعد ذاتنا بوجودها، لأنه العمل الأفضل لي هو موجود داخلي فترة، ولكن رفض المجتمع له من هو وصغير خلى الإنسان يبلش يتقبل هذا الرفض ويدافع عنه شوي. خلينا نقول لحتى أوجد العمل الأفضل بالعالم لإلي أنا هلأ لازم أسأل نفسي أنا كيف ممكن يكون موجود اليوم أنا، لحتى تقدر ذاتي تجاوب معي وتبلش تعطيني معلومات هائلة وتبلش هيدي المعلومات تتدفق، بتكون شوي ميالة للقلب ليقدر يختار الإنسان العمل المناسب له ليرجع لذاته. فالعمل الأنسب الموجود لأي إنسان هو موجود داخله بالفطرة، لازم يدافع عنه اليوم ويبلش يفتش عنه داخله ضمن ذاته الداخلية ليقدر يتناغم معه أكثر. كمان يعني سلمى حكينا عن فكرة كتير مهمة إنه الشخص مجرد ما تخرج يمكن من الجامعة فهو ما رح يلاقي العمل ناطره، قد ايه مهم إنه هو يكتسب دورات كتير مهمة من دورات الكمبيوتر واللغات اللي هي بتهيئه يمكن للدخول بأي مجال عمل بغض النظر عن الشهادة يلي بيحملها. تماما. اليوم الشباب اذا عم يسمعونا كثير حينبسطوا، حيقولوا خلص انا بوجد العمل المناسب لي بذاتي، يلا يا ماما ما عاد بدي جامعه ما عاد بدي شهاده اكاديميه. العلم ابدا ما بينفصل عن العمل الافضل الموجود بذاتي، بالعكس العلم هو بيكلل هيدا العمل ليكون ناجح اكثر. انا لحتى اوجد ذاتي بشكل صحيح بالمجتمع واقدر اتناغم معه ودافع عنه لازم يكون معي شهاده اكاديميه، يكون معي بعض المهارات الرياديه، سبيكينج، ماركتينج، لازم زود حالي بكل المهارات الاكاديميه لحتى اقدر ساعد مجتمعي، أعطيه قيمة يعطيني دخل لأقدر حقق ذاتي بالشكل الأسمى، وأقدر عبر الزمن أقدر غير. يعني هو مو طريق واحد، هو ممكن أنه يتغير بحسب الظروف المواتية له. أكيد. يعني شو زي مثل ما قلتي الكون ما نو ثابت، الكون تماما متغير واحتياجاتنا عم تختلف من سنة لسنة، ما رح أقول من 10 سنين لعشر سنين صحيح. عم تختلف. الحرب ولدت مفاهيم مختلفة، ولدت حاجات مختلفة، وحتى يعني فيني أقول مهن صارت في ناس ما بتتوقع أنه هي كانت تشتغل هذا الشيء وتنجح فيه، قدرت من خلال الحرب أنه هي تشتغله. اليوم قدي مهم مفهوم التغيير حتى بطريقة التفكير عنا وعند أهلنا لحتى نقدر نوصل بحياتنا لنكون فاعلين ومنتجين بأي مكان بنتواجد فيه. تماما. أنا لما ببلش أبحث عن هذا العمل الأفضل لي بالعالم حيكون بداخلي، فأنا ممكن لاقي عمل 1، 2، 3، 4، ممكن أنا أخلق طريق جديد، أخلق مكان جديد، أخلق شاغر جديد لأقدر ساعد وطني وساعد مجتمعي فيه. فلما أنا برجع
بسأل نفسي شو هو العمل الأنسب لإلي بهذا الوقت، حتبلش تعطيني أفكار جديدة. ممكن أصلاً العمل المناسب إلي ما يكون خارجاً، يكون داخلاً، يكون هو طريق جديد أقدر أنا أني أفتح هذا الطريق الجديد وأقدر أني أمشي فيه. أوقات بيكونوا الأهل يمكن سلمى عندهم وعي كثير كبير، إن كان لمتطلبات الحياة والظروف، حتى يمكن بيعرفوا إمكانيات وقدرة الشاب اللي عندهم، فبيمسكوا مثل ما بنقول بإيدهم بأول الطريق وبيعلموا أو بينبهوا إنه هون ممكن تنجح هون ممكن ما تنجح. قد يمكن تدخل الأهل وثقافتهم ووعيهم قادر إنهم ينجحوا الشاب أو حتى الصبية باختيار يمكن العمل يلي بيناسبهم، أو حتى قبل ما يدخلوا على فرعهم بالجامعة يعرفوا شو هو الشيء المناسب لهم. تماما، الحقيقة نحن بننطلق من عند الأهل، فالأهل لما بيبلشوا يفرضوا أشياء وفرضيات على طفلهم رح يبلش هو يتناغم مع هيدي الفرضيات ويبلش يدافع عنها. فاليوم نحن رسالتنا مو بس للشاب السوري، نحن رسالتنا أيضا للعائلة السورية، للماما للبابا، لما هن من هو وصغير الطفل عم بلش نربيه، بدل ما قل له بدي إياك تصير لما تكبر أو شو بدك تكون، كيف اليوم تقدر إنك تحقق ذاتك، كيف اليوم بتحب إنك تعبر عن نفسك. من هو طفل ممكن هو يختار إنه يسبح، ممكن يختار يغني، ممكن يختار يرسم، المهم إنه هو اللي يختار. فلما بيبلش الطفل اللي يختار من هو وصغير حتكمل معه هيدي المهارة لحتى يكون كبير، بدل ما يوقف اليوم بعد شهادة الأكاديمية يقول شو العمل المناسب لإلي أو بحثوا لي عن شواغر، يبلش يسأل نفسه، حتكبر هيدي المهارة بقلبه بذاته، يبلش يسأل نفسه يا ترى شو هو العمل المناسب لإلي، بلش ذاته تعطيه أفكار تتدفق عبر عقله ليبلش ياخذ الطريق الميال لقلبه، واحتمال كثير كبير اليوم يكون الطريق طريق جديد ما انه موجود أبدا. أكيد شزا، يعني حكيتي عن معادلة لوحده الشخص ما بيقدر يعملها، وخصوصا نحن عم نحكي عن أطفال أو صحيح. عن أنه نزرع مفهوم بذهن طفل من عمر صغير أنه بلش تسأل السؤال المناسب، أنا شو بدي، أنا شو لازم أكون. كمان هون بيرجعنا هذا للأهل مرة تانية، شو الأسئلة اللي لازم يغزوها الأهل بذهن هالطفل لحتى لما يوصل لمرحلة هو قادر يفكر لوحده يقدر يسأل هالأسئلة لحاله. تماما، رسالة للأهل اليوم أنه نحن ما نعطي فرضيات أبدا. أنا ما أعطي فرضيات لهذا الطفل، لأنه العمل المناسب للطفل بس لما يكبر أو هو وصغير الأشياء اللي بحب أنه يعملها هي موجودة بداخله بالفطرة. فأنا لما بعطيه مساحة من الحياة، بعطيه مساحة من الكون، حيقدر أنه يتغير من مكان لمكان. فبدل ما أقول أنا بعض الأسئلة المتداولة اليوم بحياتنا، شو بدك تصير لما تكبر، بدي إياك تكون، فخليني أقول له كيف بتقدر اليوم تعبر عن نفسك، كيف بتقدر تنسجم مع الأشياء اللي أنت بتختارها. هلأ حنلاقي من صغره من هو طفل ممكن يختار شيء وبعدين يحاول انه يتغير ميوله، يتغير اختياره. فانا بدي شد على ايد هذا الطفل هو وصغير حتى لما يكبر ممكن يكون ماشي بطريق فجأة يعمل ستوب، يبلش يفكر بذاته، يبلش دماغه يعطيه أفكار جديدة، يبلش يغير الطريق. أنا بدي شد على إيده كمان لحتى يقدر يغير الطريق ليلاقي الطريق المناسب لإله أكثر، يقدر يتناغم معه أكثر، يقدر يعطي قيمة، ياخذ دخل، يقدر يكون أنجح بمجتمعنا. ونحن اليوم مجتمعنا بمرحلة عمار بسوريا، فنحن بحاجة لكثير أبواب جديدة غير عن الأبواب القديمة. فإن شاء الله اليوم يقدر الشباب السوري يفتحوا أبواب جديدة ويقدروا يمشوا فيها ويتناغموا معها أيضا إن شاء الله. يمكن بعض الأشخاص سلمى كتير يمكن حكينا نحن بهذا الموضوع سواء خارج الهواء ويمكن بأحاديث مغلقة بيناتنا أو حتى مع ضيوف مختصين، إنه أوقات برأيك سلمى إنه يمكن الشهادة الجامعية هي ممكن تحدد نجاح الشخص بسوق العمل، أو كتير من الأشخاص بيعترضوا إنه مو كل إنسان معه شهادة جامعية فهو إنسان ناجح ولا تحصروا هذا الشيء بالشهادات. فدي هذا الشيء الموضوع فعلا هو نقطة اختلاف بين كتير من الناس. هلا أنا معك فرح، وهذا النقاش يعني موجود انه الشهاده، ولكن انا بحس انه هي لها علاقه، او مو بحس، بظن انه لها علاقه بنوعيه الشغل. في شغل بحاجه لشيء اكاديمي ويتم تطويره، يعني ما فينا نقول دكتور بده يكون طبيب اذا ما انه دارس، لا لا ما معه شهاده اكاديميه على هي المهن ابدا. بس في مهن ثانيه او مجالات ثانيه الجزء الاكاديمي ممكن يكون 10% منها، الباقي هو بحاجه لمهارات. ما بعرف حضرتك ممكن تعطينا فكرة تماماً. أوسع بهذا الموضوع. تماماً، مو شرط إنه يحصل على الشهادة الأكاديمية ويشتغل فيها. نحن قلنا نحن بحاجة لشهادات أكاديمية، ونحن بحاجة لمهارات ريادية لمجتمعنا لنقدر نخدمه أكثر. لكن إذا هو كان الإنسان أوجد مهنة معينة بذاته وقدر إنه يتناغم معها، فليش لا؟ نحن أيضاً حنشد على إيده وحينطلق ضمنه، حيقدر يحقق أهدافه يومه. ما يقدر يحقق أهدافه منا أهدافه. فكتير بنشوف
نحن الشباب بيحصل على الشهاده الاكاديميه وبيتجه نحو الشهاده الاكاديميه، ببطل يسال ذاته وبطل يدور يفتش عن مكان وجوده اللي خلقان معه بالفطره، فلما هو بده يتجه لشركه معينه ضمن شهادته الاكاديميه معه مع الايام حيبلش يدافع عن معتقداته، حيبلش يدافع عن اهدافه وحينسى الفطره الموجوده فيه، فنحن اليوم عم ندعوهم لانهم يرجعوا اكثر لذاتهم ليوجدوا المكان المناسب لهم. ممكن اليوم نلاقي كثير عالم يعملوا ستوب بحياتهم يبلشوا يغيبوا الطريق، ليش لا؟ اذا هو حيقدر يختار الشيء الانسب له حيتناغم معه اكثر، يوم هو حيدافع عن اهدافه، حيدافع عن ارائه، عن افكاره، حيميل قلبه الى اكثر، حيتناغم مع اكثر، حيعطي مجتمعه قيمه وفائده اعلى واسمى. كثير حلو. يعني بهذا الشيء بدنا هيك منك كلمه اخيره، نصيحه اخيره تحب تقوليها لكل يلي عم بتابعنا. تماما، هي اهم رساله بهدفنا لليوم هي نقل الرساله. يعني اليوم انا اذا عندي على الاخباريه السوريه عم يتابعنا 1000 متابع، فانا معناتها اليوم عندي 1000 مؤثر، 1000 مؤثر معناتها عندي 1000 عمل افضل، 1000 عمل افضل، وان شاء الله يكون 1000 طريق جديد. فالرساله الاخيره هي نقل الرساله، واكيد كل الشكر وكل الامتنان لاي انسان ممكن يمرق بحياتنا باوقات قليله او بايام معدوده، ولكن يقدر يكون هو الجزء من حركه التغيير بالحياه، لانه الكون والدنيا بيضل دافع عن تغيير نفسه بنفسه. فشكرا لكل انسان اليوم بيقدر انه يدفعنا نحو التغيير لنقدر نوجد ذاتنا اكثر. شكرا لمنبر الاخباريه السوريه لانه عم يستقبل هيدي الافكار، شكرا لكادر الاعداد وكادر التقديم، واكيد كل الشكر والحب والدعم لبلدنا الاولى سوريا الحبيبه. شكرا. اكيد شكرا لك كثير على يمكن الدعم يلي اعطيتينا اياه. كل الشباب نتمنى انه يكونوا فعلا واعيين، قادرين يعرفوا شو بدهم، شو هي المهارات يلي بيمتلكوها وكيف بيتوجهوا بطريقه صح الى سوق العمل. شكرا لك. العفو. شكرا لكم. شكرا لك.